ساكنة كاملة كتكب هنايا. وعاد الريحة دابا برد ما كاينش الريحة. في الصيف راه كنضطروا نشدوا، ما تقدر تبيع لا تشري هنايا. رجعنا هنايا كنمثلوا تقريبا واحد مطرح ديال النفايات داخل مدينة طنجة. واش كاين شي حي اللي فيه 8 ديال الدرامل؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.